السلام عليكم حبايب، شلونكم عيني؟ يلا تعالوا انا وياكم نكمل تركيب الثمره وننتقل على السبوره. اخر شيء قلنا انه تركيب الثمره قلنا شرح شنو يحتاج جدار المبيض على مود يتحول الى ثمره، وقلنا يحتاج الى كميه كبيره من الغذاء، وقلنا من توصل المواد الغذائيه راح تتحول، من توصل الى جدار المبيض راح تتحول الى شنو؟ قلنا الى مواد غذائيه غير ذائبه، قلنا مثل النشويات، السكريات المعقده، مثل البروتينات، مثل الزيوت. حلو لينا؟ هذا مالت المحاضره السابقه. نجي هسه انا وياكم حاليا عندنا ملاحظات مهمه، اكو اشياء من عدها وزاريه. نجي على اولا نعطيني امثله العنب والتمر والموز، هذول ايش بيهم؟ هذول بيهم زياده المواد السكريه. حلو، زياده المواد السكريه فنطتهم حلاوه كثيره، سبب الطعم الحلو او الماده الحلوه بالعنب والتمر والموز هي زياده المواد السكريه. نجي هاي من توصل تصير سكريات هنايا، تصير نشويات بالذره والحنطه والرز، تصير بروتينات زيوت العفو مثلا بالزيتون الى اخره. بالذره والحنطه والرز يقول لي تتحول السكريات الى نشا. حلو، من المسؤول عن وجود النشا في الذره والحنطه والرز؟ قلنا تتحول السكريات الى نشا عند النضج، طبعا لان كلن عند النضج، من تنضج هذه النباتات يصير بها هذا الطعم. زين، الزيتون يقول لي تتراكم، هسه تتراكم الزيوت وين؟ بالزيتون، فيجيني الزيتون. يلا انا وياكم، مثل لنبات تتراكم الزيوت فيه، قل له الزيتون. مثل لنبات تتحول السكريات الى نشا، قل له الذره والحنطه والرز. مثل لنبات زياده المواد السكريه فيه ينتج عن حلاوتها العنب والتمر والموز. نجي على الرقي والبطيخ والطماطه، يقول لي يتجمع فيها الماء او المحتوى المائي، يتجمع بيها الماء هوايه فتصير عبارة عن ثمار عصيرية أو لحمية يسموها. ما سبب وجود الماء في البطيخ والرقي والطماطة؟ وذلك بسبب تجمع الماء فيها. نجي على البندق والجوز اللي هو وزاري، ركزوا هذا وهذا وهذا الثلاثة اللي بقوا الأخيرات وزاريات. البندق والجوز يقول لي ينخفض المحتوى المائي في هذه الثمار، فراح ينطيها شنو؟ فتشو ما بي ماء، يقلل ماء بي، راح يصير يابس لو لا، فراح تكون ثمار شبيهة جافة أو شنو؟ صلبة. وزاري، يلا باع حط الأسئلة الوزارية على هذا وزاري. نجي، من المسؤول عن صلابة البندق والجوز؟ قلنا انخفاض المحتوى المائي في هذه الثمار عند النضج. من المسؤول عن جفاف البندق والجوز؟ قلنا انخفاض المحتوى المائي في هذه الثمار عند النضج. ما ميزة البندق والجوز؟ قلنا ينخفض فيها المحتوى المائي عند النضج فتصبح ثمار جافة وصلبة. علل صلابة البندق والجوز، وذلك بسبب انخفاض المحتوى المائي في هذه الثمار عند النضج. نجي على الطماطة. الطماطة يقول لي عندي بعض الثمار، بعض النباتات يتحول لونها، يتغير لونها، يتغير الصبغات بيها. مثلا يقول لي هنايا عند النضج تتغير الصبغات وتختفي. تختفي الصبغات، هي الطماطة من هي صغيرة منو بيها؟ يا صبغة بيها صبغة الكلوروفيل، فراح تتغير الصبغات بيها وتختفي الكلوروفيل ويحل محلها منو؟ الكاروتين. هذا وزاري، اسأل وجاوبني، ركز وياي. قلت لي شو الكلوروفيل؟ شنو لونه؟ اخضر. والكاروتين لونه احمر، هذا اللون الاخضر، هذا اللون الاحمر، صبغات نباتية. من المسؤول عن اللون الاحمر في الطماطة؟ قل له كاروتين. عندما يختفي الكلوروفيل في الطماطة شنو راح يحل محله؟ راح يحل محله الكاروتين. نجي على العنب الأسود والأجاص اللي هو أيضا وزاري،
يقول لي يتراكم، يتراكم منه صبغة الأنثوسيانين. عندنا صبغة اسمها الأنثوسيانين البنفسجية، صبغة الأنثوسيانين البنفسجية. لعد ليش هو كاتب عنب أسود؟ ليش ما كاتب عنب بنفسجي؟ لأنه بي صبغة أنثوسيانين البنفسجية، لأن دي يقول لي تتراكم أو يتراكم، تتراكم صبغة الأنثوسيانين البنفسجية. وأقول لك بنفسجي، وأبقى طوخ بيه طوخ بيه حيصير أسود. إذن من المسؤول عن اللون الأسود بالأجاص؟ من المسؤول عن اللون الأسود بالعنب الأسود؟ قل له صبغة الأنثوسيانين. من المسؤول عن اللون الأحمر بالطماطة؟ قل له صبغة الكاروتين. من المسؤول عن صلابة وجفاف البندق والجوز؟ قل له انخفاض المحتوى المائي. من المسؤول عن وجود الماء في الرقي والبطيخ والطماطة؟ تجمع المحتوى المائي. من المسؤول عن وجود الزيت في الزيتون؟ يتراكم أو تتراكم الزيوت. من المسؤول عن وجود النشا بالذرة والحنطة والرز؟ تتحول السكريات إلى نشا. من المسؤول عن حلاوة العنب والتمر والموز؟ زيادة المواد السكرية. ننتقل إلى آخر شيء، ركز وياي هنا نخلص ننتقل لمادة جديدة. باور إجاني فراغ وزاري قال تختفي بعض الثمار، طبعا تختفي الصبغات النباتية مثل الكلوروفيل ويحل محلها فراغ. وفراغ هذا فراغ يستر الطالب. شلون ست يستر الطالب وليش؟ أنا راح أقول لك. قال لي تختفي الصبغات النباتية مثل منو؟ مثل الكلوروفيل ويحل محلها منو؟ زناني بالكتاب قايل لي راح تختفي الكلوروفيل ويحل محلها الكاروتين. بالجواب النموذجي كتب الكاروتين والأنثوسيانين. ليش؟ هذا وزاري. ليش؟ لأن يا شاطر يا حباب، العنب من أول ما يجي للدنيا صغير هم لونه أخضر، هم بي كلوروفيل، والأجاس أيضا كانت لونها خضراء وهم كلوروفيل، وتحول لكلوروفيل وصار كاروتين وأنثوسيانين. بس الكاروتين بقى كاروتين ما تراكم، فصارت الطماطة حمراء مو مارونية. بس الأنثوسيانين تراكم صار هواية. الأنثوسيانين طبعا هي صبغة بنفسجية، من تراكمت صارت عنب أسود. تمام عيني؟ ركزوا أنا وياكم ويلا تعالوا نكمل الجزء الثاني. يلا طلابعوا، حاليا عندي أدوار حبوب اللقاح. شنو أدوار حبوب اللقاح؟ ست هجدة قصدين، تعال يمي. أهمية أو فائدة أو وظيفة حبوب اللقاح. زي من يجي للطالب، طبعا هذا وزاري، وزاري ومكرر، من يجي للطالب سؤال على حبوب اللقاح وراء تركيب الثمرة، باع يمي، يجيني أنا قارية حبوب اللقاح من البداية. أول ما بدينا بالنبات الزهري، زين وراء النبات الزهري بديت بيه، كونت حبوب اللقاح، كونت البويضات، اشتغلنا التلقيح، اشتغلنا تكوين جنين، تكوين البذرة، حاليا تكوين الثمرة. شو هسه يلا كتب لي أدوار حبوب اللقاح؟ هنا يوقع الطالب بالغلط. هنا الطالب راح يفكر أهمية حبوب اللقاح، وظيفة حبوب اللقاح، فائدة حبوب اللقاح، أدوار. طبعا هي تجي بصيغة الأدوار، أدوار حبوب اللقاح. الطالب راح يفتر دماغه على موضوع حبوب اللقاح، ما راح يلقى جواب. ما عندي أدوار بحبوب اللقاح، مجرد تكونت حبة اللقاح وسقطت على الميسم وكونت أنبوب ضيق وتم الأخصاب المزدوج. هنا يا ورا ما كمل الثمرة وصارت عندي النباتات مثل المقرينة، الرقي والبطيخ والطماطة والعنب والأجاص والزيتون، صارت عندي نباتات، راح ينطيني فائدة حبوب اللقاح. لولا حبوب اللقاح هذا كله كان ما صار. هسه حينطيني شنو أهميتها. شوف شلون كاتب ليها بصيغتين، كاتب ليها بنقطتين. باوع يا شاطر، عندي أدوار حبوب اللقاح هم اثنين، واحد اثنين.
الدور الأول ركز وياي، إنتاج خلايا جنسية ذكرية تخصب البيوض بعملية الإخصاب المزدوج لتكوين البذور. هاي النقطة الأولى. هاي احنا ماخذيها ست وقف، يعني مو في شيء جديد، هذا شيء قديم. احنا عرفنا انه حبة اللقاح انطتني خلايا جنسية ذكرية تخصب البيوض بعملية الإخصاب المزدوج لتكوين البذور، هذا مو في شيء جديد، نعرف احنا كل زين. ندري حبة اللقاح هي خلية جنسية ذكرية خصبت للبيضة بعملية الإخصاب المزدوج وكونت للبذرة، والبذرة هي والإخصاب حفزوا على تكوين الثمرة، مو في شيء جديد هذا، بس هسه صاغ لي اياه. نجي على الثاني، ركز، هذا شوية مزعج. نمو حبة اللقاح او حبوب اللقاح، نمو حبوب اللقاح يحفز تكوين، يحفز تكوين هرمونات خاصة تقوم بتنظيم، بعياي تنظيم شنو؟ عملية نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. أشنو هذه يا شاطر؟ أشنو هذا؟ إيش يقصد به؟ شنو هذا الكلام العلمي الجديد؟ من تنمو حبة اللقاح راح تحفز لي شغلة، هاي الشغلة هي تكوين هرمونات خاصة تسوي، شو تسوي ست؟ تنظم عملية نضج المبايض، تنظم بعض، تنظم عملية نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. بعض نمو حبوب اللقاح شبيها يحفز تكوين، تكوين شنو؟ هرمونات خاصة. ليش؟ تقوم بتنظيم، تنظيم شنو؟ عملية نضج المبايض، اي، وبعدين وتحولها إلى ثمار. يعني ست اوقفي، انت بالبداية قلتي الإخصاب بمثابة حافز، الإخصاب كان بمثابة حافز، اي نعم، الإخصاب بمثابة حافز، والحافز كون لي هذه الهرمونات. تعال حكتب لك اياها صيغة ارتب باع وياي حتى تحفظ. هنا تعال وياي على هاي الجهة مالت السبورة، العفو استاذة، عين بين هنا، اوكي يلا تعالوا باعوا. عندنا باعوا عشان اكتب لك نمو حبة اللقاح او حبوب اللقاح ايش بيها؟ ايش راح اسوي؟ احفظها على الغيب، هاي مهمة. تو حفز، شو تحفز؟ تكوين، حتحفز لي تكوين شنو؟ حتحفز تكوين هرمونات، هاي الهرمونات خاصة. ليش بالله شو تسوي هاي الهرمونات الخاصة؟ تقوم بتنظيم، بتنظيم شو تنظم؟ تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض، تقوم بعمل نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. يا شاطر، يعني لولا نمو حبة اللقاح كان صار تحفز حتى تتكون هرمونات؟ لا، لولا وجود الهرمونات كانت نظمت العملية مالت نضج المبايض وتتحول إلى ثمار؟ لا. إذن المسؤول الأساسي الأول والأخير حبة اللقاح. من تنمو حبة اللقاح حفزت على تكوين هرمونات، هاي الهرمونات نظمت عملية اللي هي تنضج المبايض وتحولها إلى ثمار. ركز وياي، نمو حبة اللقاح تحفز تكوين هرمونات خاصة، تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض، تقوم بتنظيم عملية، تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. يعني اوكفي ست، انتي هسه اللي تريدين توصلين اياه انه هذه الهرمونات هي اللي نظمت وعدلت ورتبت وخططت لتكوين المبيض الى ثمرة. هاي الهرمونات هي اللي نظمت وعدلت ورتبت نضج المبيض ويتحول الى ثمرة. اقول لك نعم، بس منو الثاني الهرمونات؟ حبة اللقاح. ايش وقت؟ من نمت. يلا باوع، الثمرة تجيني من مبيض،
الثمرة كانت مبيض تحول مبيض صار ثمرة. شلون؟ نضج. من النضجة هرمونات. منين جتي؟ من حبة اللقاح. شو وقت من نمت؟ يلا نحفظها ياك آخر مرة. الأدوار: أولا إنتاج خلايا جنسية ذكرية تخص بالبيوض بعملية الإخصاب المزدوج لتكوين البذور مهمة. اثنين نمو حبة اللقاح أو حبوب اللقاح يحفز تكوين شي يكون هرمونات خاصة نعم تقوم بتنظيم عملية نضج المبايض وتحولها إلى ثمار. هذه النقطتين أنا وياك خلصنا من عدها، وصلنا إلى آخر شيء بتكوين الثمرة وهو أزعج شيء، بس إن شاء الله أنت شاطر وراح تفتهمها وياي. ركز وياي، هذا الفوق اللي هي أدوار حبوب اللقاح أنا همسح لك إياها وأبدي بمادة لأن أريد أخذ لك هذا الجزء كله، هنظف لك إياها تنظيفة مرتبة وركز وياي يا شاطر. عندي موضوع آخر شيء اللي بقى بتكوين الثمرة، نعطيني فد أشياء جديدة راح نتعرف عليها شلون تكونت الثمرة. أكو أشياء بالعلم، لأن هو العلم خو ما بس للحيوان وللإنسان، بالعكس للنبات يكون أرقى لأن النبات شوية فسلجي. يلا يا شاطر هسه أنا وياك تعال أسألك سؤال. كل اللي صار من بدينا، صارنا شقد احنا نقرا نبات زهري، من بدينا لحد الان احنا ندرس نبات زهري، تعال دا اسالك، لولا التلقيح صار اخصاب؟ لا. لولا الاخصاب صارت زيجه؟ لا. لولا الزيجه صار جنين؟ لا. لولا الجنين صارت بذره؟ لا. لولا البذره صارت ثمره؟ لا. اذا الاساس تلقيح. العملية التلقيح هي تنقل حبوب اللقاح من المتك إلى الميسم، لولا التلقيح كل شيء ما يصير. بس يقول لي العلم أقدر أتخلى عن التلقيح وأجيب ثمار، هاي شلون تصير بالله يا شاطر باوع؟ يقول لي بالكتاب عندي ملاحظة صغيرة، يمكن الاستعاضة يعني نعوض، الاستعاضة يعني نتخلى عن عملية التلقيح عن عملية التلقيح، هاي شلون؟ اي بالله يعني اعوف التلقيح وتجيني نباتات؟ اي نعم. شلون؟ من خلال رش او حقن النباتات اللي هي المبايض مالته هسه فهمك بهرمونات نباتية خاصة. انا هذا كلام الكتاب على جهة، واني راح اشتغل اللي اريده اني وياك باوع. راح نكون اني وياك ثمار بثلاث طرق، راح نكون اني وياك ثمار بثلاث طرق. ركز وياي يا شاطر باوع، راح اكتب لك اني هسوي لك اياها. هنا عندي تكوين ثمره، هنا عندي تكوين ثمره، وهنا عندي تكوين ثمرة. حلو، نجي أنا وياك. هذه الثمرة تكونت من شنو؟ الثمرة جت من مبيض 100%، كل الثمار مبايض. هاي الثمرة جت من مبيض 100%، وهذه الثمرة جت من مبيض 100%. إذن كل الثمار تجيني من مبيض، ضاعوا وياي. كل الثمار هذا السامح اسويه صاعد نازل باعتبار ناس تنطي ناس. الثمرة تجي من المبيض والمبيض يصير ثمرة. شلون؟ تعال دا اسولف لك شلون. سؤال، يلا يا الله بسم الله باع يا شاطر. مثلا اكو انثى حيوان او انثى انسان تقدر تصير حامل وتجيب طفل بدون عملية إخصاب وبدون عملية بدون أصلا نطفة وبيضة؟ سولف لي، أكو هيك شيء؟ أكو بالإنسان أو بالحيوان إنه الأنثى تصير حامل وتجيب جنين وماكو أي عملية إخصاب وبدون أي نطفة؟ مستحيل، ماكو شيء. بالنبات أقدر قبل أسوي ثمرة بدون إخصاب؟ إي نعم أكو. شلون؟ تعال باوع. أولا تكوين ثمرة، الطريقة الأولى راح تصير من خلال، نجي على الطريقة الأولى. أولا عندي مبيض،
هذا المبيض بداخله بويض، هذا بداخله منه بويض، هذا البويض بداخله اكو كيس جنيني، هذا الكيس الجنيني بداخله اكو بيضة. حلو، هذه البيضة دخلت عليها منه صار اخصاب زائد منه زائد حبة لقاح، اخصاب وحبة لقاح ويا هذه البيضة، هذا كله قريناه الاخصاب المزدوج، اخصاب ويا حبة اللقاح، وبالتالي صار انطاني بذرة، والبذرة وراها تحفز من هو جدار المبيض مين؟ من خلال منو؟ هرمونات، هاي الهرمونات مين؟ من نمو حبة اللقاح، وبالتالي البذرة والمبيض صار ثمرة. حلو؟ باوع ركز رجاء، هذا صعب، هذا اصلا صعب على الطالب. تعال للمختصر، اكو مبيض صار خصاب، اكو بيضة وحبة لقاح، اكو بذرة صارت هرمونات انطتني ثمرة زائد شنو؟ زائد بذرة. هذا من هو؟ هاي الطريقة الاولى. من هي الطريقة الاولى؟ هي الاخصاب المزدوج اللي احنا صاللنا كوما نقرا بيه، اكو خصاب وبيضة وحبة لقاح وبذرة وهرمونات وتكون مبيض، هاي الطريقة الاولى. ركزوا وياي هنا، نجي على الطريقة الثانية. عندي مبيض، الطريقة الثانية عندي مبيض، هذا المبيض باع قبل حنطيك اياه، هذا المبيض لا يوجد او لا يحصل، خل انطيك اياه هيك بالافضل، لا يحصل فيه اخصاب، لا يحصل اخصاب ولا يوجد حبة لقاح ولا يوجد تلقيح. هاي شنو هاي؟ لا اخصاب ولا تلقيح ولا حبة لقاح، اي بالله. تالي هش صار؟ شو هذا المبيض طفر وصار ثمرة، شو هذا المبيض طفر وصار ثمرة، بس الثمرة ناقص بذرة، ثمرة بدون بذرة. زين شلون اوقف ست؟ شلون وين لقيناها هاي السالفة؟ لانه اني سويت رش وحقن منو؟ هرمونات. شنو رش وحقن هرمونات؟ دي تعال الله عليك، هو المبيض شو يريد من الاخصاب؟ هو المبيض شنو يريد من الاخصاب؟ يريد هرمونات. زين خلعوا في الاخصاب وخلعوا في التلقيح وانا انطيه هرمونات، يصير ثمرة لو ما يصير؟ ركز هنا فوق دماغك يمي، المبيض شو يريد من الاخصاب كله ومن التلقيح كله ومن النبات كله؟ شو يريد؟ يريد هرمونات. زين اني انطيه اني هاي الهرمونات، اني اجيب الهيا، لا اريد تلقيح لا اريد اخصاب لا اريد بذره. اقول لك ترى احنا صار لنا ايش قد ندرس، كل هذا مو لتكوين ثمار، لتكوين بذور. كوما هذا التلقيح والاخصاب اللي صار كله في سبيل تتكون بذره، وهذا تكوين البذره عود راح تتحفز هرمونات من ويا الاخصاب تتكون الثمره. زين انا ما اريد البذره وما اريد الاخصاب وما اريد التلقيح، شو نسوي؟ نجيب الهرمونات الخاصه الصناعيه، نجيب هرمونات خاصه صناعيه، رشوا حقن منه المبيض، رشوا حقن المبيض، شو المبيض تلقائيا صار ثمره، بس هاي الثمره شبيهه بدون بذره. سمينا هذا النوع، شوف هنا حكتب لك اياه مهم، سموه اثمار طانه ثمره، عذري عذري بدون اخصاب اصطناعي، اثمار عذري اصطناعي، لانه انا جيت رشيت او حقنت هرمونات للمبيض. زين تعال شوف هنايا الطريقه الثالثه، عندي مبيض، عندي طريقه ثالثه مبيض، هذا المبيض نفس الحاله لا يحصل اخصاب ولا حبة لقاح ولا تلقيح، ايضا ماكو كل شيء، والاضبط من عندها ولا
يوجد هرمونات. هرمونات زين هاي شلون؟ اكفي سد شو هاي، لا اخصاب ولا حبة لقاح ولا تلقيح ولا هرمونات، والمبيض قمز وصار ثمرة. ادري شنو انت يعني، شنو الاخبال هذا؟ سطرني هذا، سطرني وسطركم. هسه بالاخصاب تجي بذرة وثمرة، ماكو اخصاب اكو هرمونات تجي ثمرة بدون بذرة، بس هنا لا اخصاب ولا حبة لقاح ولا تلقيح ولا هرمونات، وجتني ثمرة ايضا بدون بذرة. زين ليش هذا الشيء كلش مهم ومزعج؟ لا يوجد هرمونات. بقوا العلماء منا ومنا دورة ويمنا على يسرة، كان يلقون السبب. السبب يعتقد، باوع وزاري وزاري وزاري، يعتقد ان مبايض هذه النباتات ذات محتوى هرموني عالي، طلع منها وبيها هرمونات، هرموناتها عالية ما احتاجت مني لا هرمونات ولا تلقيح ولا اخصاب ولا حبة لقاح، فسميتها ثمار عذري. شنو؟ طبيعي من الله، ما علي يعاني، ثمار عذري طبيعي. مثل منو؟ مثل برتقال ابو السرة، مثل الاناناس، مثل بعض انواع العنب. شوف يا شاطر، الاجا وزاري هو شنو؟ انتاج ثمار عذرية من برتقال ابو السرة، انتاج برتقال ابو السرة بدون بذور، بدون بذور. ليش؟ لان يعتقد ان مبايض هذه النباتات ذات محتوى هرموني عالي. ركز هذا كلش مهم، ما راح اختم المحاضرة الا بعد دقيقتين، وهاي الدقيقتين حراجع لك هذا ونختم المحاضرة انا وياك يا شاطر، وركز وياي. يلا يا شاطر تعال راجع انا وياك اخر فقرة اللي هي الاثمار العذري الطبيعي والاصطناعي. باوع حجيك بتفصيل اكثر. عندنا هذا نبات، عندي هذا نبات، عندي هذا نبات. هذا النبات يمتلك مدقة، هذا النبات يمتلك مدقة، وهذا النبات يمتلك مدقة. من ضمن هذه المدقة يوجد مبيض، من ضمن هذه المدقة يوجد مبيض، من ضمن هذه المدقة يوجد مبيض. ثلاثتهم نفس الشيء. هنايا داخل المبيض صارت عملية تلقيح، ورا التلقيح صارت عملية اخصاب بين منو؟ بين البيضة وحبة اللقاح، فتكونت منو؟ بذرة. هوية البذرة ورا هذه العملية المبيض صار شنو؟ ثمرة زائد بذرة. حلو؟ هذا من هو؟ هذا الاخصاب المزدوج اللي راح وانتهى من زمان قريناه. نجي على الجهة الثانية، باوع لا تلقيح حلو ولا اخصاب ولا بيضة وحبة لقاح، كله ماكو، ولا بذرة، هذا كله ماكو، وطفر المبيض وصار صار ثمرة، ولكن شنو؟ بدون بذرة، أكيد بدون بذرة. لعد شلون صار؟ هرمونات من خلال شنو؟ هنا يا أني وياك يا شاطر، رش أو حقن مبايض بعض النباتات، رشيت وحقنت هذه المبايض، سميتها ثمار عذري اصطناعي، اصطناعي. نجي على الثالث، المبيض لا تلقيح لا اخصاب لا بيضة زائد حبة لقاح، ذولا كلها ماكو، لا بذرة، وبالتالي نفس الحالة المبيض طفر وصار ثمرة.
وايضا شبيهه بدون بذور او بدون بذره. ليش؟ شنو السبب؟ زين هنا رشيت وحقنت وهناك اخصاب، هنا شنو؟ لان هذه المبايض ذات او يعتقد ان هذه المبايض ذات محتوى هرموني عالي، فما تحتاج مني لا هرمونات ولا اخصاب. مثل منو هذه؟ مثل الاناناس زائد برتقال ابو السرة وبعض انواع منو العنب، وسمينا اثمار طاني ثمار، عذري بدون اخصاب، طبيعي بدون تدخل الانسان منه وبي. هذه الثلاث طرق وقدامكم يا شاطر. اذا اجاك هذه تعاليل كلش وزاريه، كلش وزاريه. هذه ليش يجيني برتقال ابو السره او اناناس او العنب او بعض انواع العنب بدون بذور او بدون اخصاب او بدون تلقيح؟ قل له لانه يعتقد ان مبايض هذه الازهار ذات محتوى هرموني عالي. تمام امي؟ تابعوا وياي بالملزمه. طبعا انا مخليه كل الاسئله الوزاريه او ممكن تاخذ الوزاريات وراح تستفاد ان شاء الله، واستودعكم الله.